ندوزو دابا للسؤال الثاني اللي هو نعتبر في المستوى العقدي النقاط A B C التي ألحقها على التوالي اللي هو زد A كيساوي موان غاسين دو دو زد B كيساوي A بلوس E و زد C كيساوي A موان E. دونك ألف مثل النقاط A و B و C. دونك تمثيل يعني غادي نحتاجو لواحد واحد المعلم متعامد ومنظم. دونك كيف ما كنعرفو أن المعلم كيكون على هذا الشكل هذا، هاد لاكس هذا هو لا بارتي ريال كتمثل عليه لا بارتي ريال ديال داك زاد، وهنا لا بارتي ايماجينير ديال زاد بطبيعه الحال، بحيث كل تدريجه او الوحده باش كنكون خدامين دابا هذه هي اي، عوض كنكتب واحد كتكون اي، يعني واحد اي جوج اي 3 اي وهكا غدا. دونك هنا موان 2 اي موان، اسمحوا لي موان اي موان 2 اي موان 3 اي etc. دونك موان 4 اي. دونك هنا 1 2 3 وهنا 1 2 3 etc. مفهوم؟ موان 1 موان 2 موان 3. دونك كيف ما كنعرفوا بان اي عدد عقدي كتكتب على شكل ا بلس اي بي، مفهوم؟ دونك هاد ا هادي كتسمى لا بارتي ريال، هي اللي كنمشي نمثلها على لاكس. دونك نفترض ان خدينا واحد المثال زد كيساوي 2 بلس 3 اي، ياك؟ دونك دو فين هي؟ دونك كنمشي نقلب على دو على لاكس لي ريال، كنمشي لدو ها هي كنحط عليها البوان. دونك هنا غندير لا بروجيكسيون، واضح كنطلع هادي ديريكتومون مع 3. فين هي 3 اي؟ دونك هنا ان اي دو اي 3 اي، واضح. وكندير لانتيرسيكسيون ديالهم. دونك هاد البوان هادي هي هاد زيد هادي، هذا غير مثال كيفاش كنمثلو لي بوان. ما عيناش نرجعو للتمرين ديالنا. دونك زيد ا او النقطه ا كتساوي موان غاسين دو 2، دونك غاسين دو 2 غنرسمو غير على لابارتي ريال. دونك زيد ا كتساوي موان غاسين دو 2، يعني ما فيهاش لابارتي ايماجينير، ايماجينير ديالها كيساوي زيرو، يعني في السونتر، يعني غيتمثل ليا على لاكس ديال لي ريال، مفهوم؟ دونك زيد ا غتكون تقريبا هنا، دونك هادي هي بوان ا، واضح. زيد بي او النقطه بي كتساوي اللي هي ان بلوس اي، دونك ان هي بلوس اي، دونك هنا مفهوم. دونك هادي هي البوان بي، واضح. بوان سي كتساوي اللاحق ديالها اللي هو ان موان اي، هي ان موان اي هي، دونك كندير لانتيرسيكسيون ديالها، واضح الشباب. دونك هادي هي سي، البوان ا هي بي ا سي، واضح. دونك هما لقينا مثلنا النقاط، واضح الشباب. دونك السؤال الثاني اللي هو حدد قياسا الزاوية ا سي ا بي. الزاوية ا سي AB. دونك هاد الزاوية من AC ل AB، واضح. دونك تحديد الزاوية يعني بطبيعة الحال باستعمال لارغيمون، فهم؟ أو باستعمال الشكل المثلثي. الشكل المثلثي هو صراحة كيكون صعيب، لارغيمون شوية كيكون ما بيش، فهم؟ با دونك شنو هو الهدف؟ هو تحديد الزاوية AC AB، ياك؟ دونك باش نحدد هاد الزاوية كنمشي نحسب لارغيمون ديالها. دونك هادي اش كتساوي؟ هي لارغيمون ديال اش؟ ديال هاد الزاوية ديال هاد المتجهة التانية على المتجهة الأولى، واضح. دونك عندي أنا الزاوية كتخلق هي ما بين أ سي حتى ل أ بي، يعني كناخد الحاق ديال أ بي على اللاحق ديال أ سي. دونك اللاحق ديال أ بي اللي هو زد بي موان زد أ سيغ زد سي موان زد أ. دونك هادي الشباب راه علاقه، ياك؟ دونك كنمشي نحسب هاد العجب هذا. دونك شنو هي زد بي؟ زد بي موان زد ا. دونك نعوض زد بي، اش كيساوي؟ اللي هو ان بلوس اي موان زد ا. زد ا موان غاسين دو دو مع الموان غتولي بلوس، بلوس غاسين دو دو سيغ زد سي. زد سي كيساوي هو ان موان اي موان زد ا. زد ا يساوي موان غاسين دو دو سي بلوس غاسين دو دو، واضح الشباب. دونك هذا هو اللي كنوصل، هذا هو اللي نحسبو لارغيمون ديالو. دونك يا اما نستعمل القضيه ديال ان زد لارغيمون ديال ا سو لارغيمون ديال بي كيساوي لارغيمون ديال ا موان لارغيمون ديال بي، ولا نحاول نكتب هذا على الشكل الشكل الجبري، واضح. نكتب هذا على الشكل الجبري ونحدد نشوف الى كيفاش نلقى داكشي. دونك نكتبو على الشكل الجبري. شنو هو الشكل الجبري؟ يعني خصني نحاول نتخلص من هاد لابارتي ايماجينير في المقام، ياك؟ هادشي اللي غادي يعني هادي غنحاول نحيدها، غنحاول نتخلص منها. ان بلس غاسين دو دو بلوس اي، هنا الفوق، ياك؟ لتحت شنو عندي؟ ان بلوس غاسين دو دو موان اي، واضح. دونك باش نتخلص من هاد اي هادي
غنحاول نضرب في المرافق، المرافق ديال هادي اللي تحت. المرافق ديالها شنو هو؟ اللي هو ان بلس راسين دو دو، كانت عندي موا اي غتولي بلس اي، واضح. والفوق حتى هو غادي نضرب فيه، يعني غنضرب في هاد لابارتي اللي ضربت فيها، يعني غيولي مضروبة في ان بلس راسين دو دو بلس اي، ياك، اللي هي نفسها اللي هي غتولي او كاري، واضح. اش غتساوي الفوق؟ دونك هادشي اللي بقى دابا غير كالكول، يعني a او كا a بلس b لو تو او كاري، اللي هي a او كاري بلس b او كاري بلس 2 ab. دونك a هي هادي اللي هي 1 بلس راسين دو 2 او كاري بلس اي او كاري بلس 2 فوا اي فوا 1 بلس راسين دو 2، واضح. لتحت غيكون عندي هنا a موان b فوا a بلس b، متطابقة هامة، يعني هي a او كاري موان b او كاري اللي هي 1 بلس راسين دو 2 او كاري موان اي او كاري، واضح. دونك جوستومون دي كالكول، 1 او كاري اللي هي 1 بلس راسين دو 2 او كاري سي هي جوج، بلس جوج فوا راسين دو 2 فوا 1، يعني هي 2 راسين دو 2. اي او كاري سي موان 1 ما بلس سي موان 1 بلس 2 فوا اي فوا 1، يعني 2 اي بلس 2 racine de 2 i. Donc il y a 2 racine de 2 i. Voilà. Donc le texte, nous avons dit, il y a 1 plus racine de 2 au carré, c'est 2, plus 2 racine de 2. 2 fois 1 fois racine de 2. Moins i au carré, c'est moins 1. Donc moins 1 moins 1 moins, moins c'est plus. Voilà. Donc ici, nous avons dit, donc plus i, la partie imaginaire. دونك نحسب هادشي الفوق، عندي موان زا مع ان غتختزل، غتبقى ليا دو بلس دو غاسين دو دو، مع نعمل بإي غتكون إي فاكتور دو بلس دو غاسين دو دو، واضح. في المقام يكون دو بلس ان بلس ان سي كاتر، يعني كاتر بلس دو غاسين دو دو، واضح الشباب. دونك كيف ما كنشوفو هنا، يمكن ليا لتحت ما عيناش نعمل بإي، نعمل بدو او نختزل بدو في كل شيء، يعني هي دو كتعاود ليا نعمل بدو هنايا غتكون ان بلس غاسين دو دو، و دو هنا غتكون دو ان بلس غاسين دو دو، غنعمل بدو الفوق و دو لتحت، غتبقى ليا ان بلس غاسين دو دو بلس اي ان بلس غاسين دو دو، واضح. في المقام اختزلت بدو غتبقى ليا دو بلس غاسين دو دو، واضح. ولكن انت هنا باقي مازال ما ساليت، يعني خصني نحاول نحيد هاد لو غاسين من المقام. باش نحيدو غنضرب في المرافق ديالو، اللي هو 2 بلس غاسين دو 2 فوا 2 موان غاسين دو 2، واضح. والفوق عندي 1 بلس غاسين دو 2 بلس اي فوا 1 بلس غاسين دو 2، واضح. هاد لابارتي كاملة لتحت ضربت في 2 موان غاسين دو 2، الفوق غنضرب في 2 موان غاسين دو 2 نفسها، واضح الشباب. لحد الساعة نتمنى ان هادشي يكون واضح، دونك هادشي جوستومون دي كالكول. دونك a بلس b فوا a موان b اللي هي a او كاري موان b او كاري اللي هي 2 او كاري موان غاسين دو 2 او كاري سي 2، واضح. دونك هادي دابا هادشي دابا كندير انا فيه، ماشي هو خصني نحسب ديريكتومون 2 او كاري اللي هي 4 موان غاسين دو 2 او كاري سي 2، واضح الشباب. الفوق غادي نمسر هاد العجب على هادشي، دونك 2 فوا ما عليناش نعاودو نكتبوها بشويه علينا، هي 1 بلس غاسين دو 2 فوا 2 موان غاسين دو 2، غنشر هاد 2 موان غاسين دو 2 نشور على هادو، بلس اي فوا 1 بلس غاسين دو 2 فوا 2 موان غاسين دو 2، واضح. اللي غتساوي لتحت 4 موان 2 سي 2، الفوق غنشر هاد العجب هذا، دونك هي 2 موان غاسين دو 2 بلس 2 racine de 2 moins 2. Yak. 1 fois 2 c'est 2. 1 fois moins racine de 2 c'est moins racine de 2. Racine de 2 fois 2, 2 racine de 2. Racine de 2 fois moins racine de 2 c'est moins 2. Voilà. Donc moins i. Facteur. On sera déjà bien le dachel. Il y a 2 moins racine de 2. Plus 2 racine de 2 moins 2. Voilà. دونك هو مينو نحسب هاد العجب هذا، دونك دو في المقام عندي موان دو مع دو غتختزل ليا، غتبقى ليا دو غاسين دو دو
Donc, au moins racine de 2 à 2 racine de 2, c'est racine de 2. Donc, racine de 2. Voilà, chabab. Donc, aïe, n'attablons de wahda a moins a plus 2 fois a. Donc, moins a plus 2a, c'est a. N'attablons rien, je m'attrape au chroma de racine de 2. Voilà, donc il y a racine de 2. Moins i facteur. Kimma, on a obtenu moins 2, mais elle doit être tazlia. Moins racine de 2, mais plus 2 racine de 2. C'est racine de 2. Donc, j'adore mon bain. Voilà, chabab. Donc, ou un minou. N'écoutez pas si elle est chèque l'algébrie. Il y a racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 i. Voilà. Ou un minou. Havi l'idakhli, il y a zb moins za sur zc moins za. N'écoutez pas si elle est chèque l'algébrie. Voilà. Maninage. دونك خصني دابا نحسب لارغيمون ديال هذا باش نحدد الزاوية اللي مطلوبة ليا. دونك ما عليناش الا قلنا لارغيمون ديال الزد كيساوي يوافق تيتا بترديدي اثنان في بي، ياك شنو كنعنيو بها؟ ان الزد يتكتب ليا على الشكل المثلثي بحيث الموديول دو زد معيار ديال زد عامل لي كوسينوس ديال هاد التيتا هادي بلس اي سينوس دو تيتا. واضح؟ دونك باش نلقى لارغيمون ديال هاد البوان ديال هاد العدد العقدي هذا هاد الشكل الجبري فهم يعني نمشي نكتب نحسب. دونك ها هي راسين دو 2 سور 2 موان راسين دو 2 سور 2 اي نكتبها على شكل الموديل دو زيد يعني الموديل ديال هادي كامله. دونك الموديل هذا هو لو راسين كاري ديال ا او كاري بلس بي او كاري. واضح مفهوم؟ هادي او كاري شنو هي؟ اللي هي غاسين ديال دو او كاري سور 4. 2 سور 4 سي ان دومي، ها هي ان دومي بلس غاسين دو دو او كاري سور دو او كاري اللي هي 2 سور 4 اللي هي ان دومي. واضح؟ اللي غادي تساوي ليا ديريكتومون ان دومي بلس ان دومي. دونك هادي سمحوا لي خصني ندير نفاكتوريزي، ما عليناش نفاكتوريزي بواحد اكسبريسيون اللي هي دي كنحطها هنا، ما عليناش غادي نشوفوا كيفاش. دابا حنا بغينا نحسبوا غير الموديل ديال هذا. واضح؟ مش من نخربقكم. دونك هذا هو الموديل ديالها كيساوي غاسين ديال ان دومي بلس ان دومي، ان دومي بلس ان دومي سي ان. دونك هي غاسين دو ان سي ان فهم. دونك الموديل دو زيد هاني لقيتو هو ان، يعني كنمشي نكتب هاد لو هاد زيد هادي اللي عندنا حنا على شكل راسين دو دو سيغ دو موان غاسين دو دو سيغ دو اي. اش كتساوي الموديل؟ الموديل كيساوينا واحد اللي لقيناه ها هو. وكنعمل بهاد لا فورم هادي، يعني كنعمل بان في هاد لا فورم غتولي نفسها اللي هي غاسين دو دو سيغ دو موان غاسين دو دو سيغ دو اي. واضح؟ ومنه نكتبها على شكل كوسينيس وسينيس. دونك شنا هي الزاويه الى الكوسينيس ديالها كيساوي غاسين دو دو، و او ميم طون نفس الزاويه السينيس ديالها كيساوي غاسين دو دو سيغ دو. بطبيعه الحال سي اكزاكتومون الكوسينيس de pi sur 4. Voilà. Au moins, cosinus de pi sur 4. Bon. Donc, il y a plus. Quand on voit qu'il y a un dîner chez Khata Fadi. Donc, on voit qu'il y a un dîner chez Khata. Il y a un zéid, mais il y a un zéid. Zéid, il y a un zéid. Donc, on a plus i. Voilà. Donc, Khata ou Kaliana. Plus i, il y a un plus i. Plus racine de 2 sur 2. Plus le tout plus. Voilà. Enfin. Donc, cosinus de pi sur 4 plus i sin pi sur 4. Ouais, minor. Donc, l'argument, il y a zb moins za sur zc moins za, il va faire pi sur 4, bitredid itnani pi. Enfin. Ouais, minor. Fait inna. الزاوية اللي كنبحثو عليها اللي هي AC AB توافق بي سور 4 بترديد 2 بي. مفهوم؟ نتمنى ان هادشي يكون واضح. ما عيناش ندوزو السؤال اللي من بعد اللي هو السؤال الثالث اللي هو تحقق من ان AO AB كتساوي بي سور 8. دونك AO AB شنو هي ا او؟ اللي هي هاد لاكس هذا، ما عيناش ماشي مشكل. ا او ا بي يعني باش نحدد هاد الزاويه هادي يا اما ندير لارغيمون ديال هاد الزاويه هادي نحدو نحسب لارغيمون باللاحق، ولا
نشوف كيف ما ان الزاويه ا بون هاد الزاويه ا سي ا بي كتساوي جوج من الزاويه ا سي ا او، واضح؟ دونك ناخذ هذه هي ا او، مفهوم؟ يعني هاد الزاويه كامله كتساوي هاد الزاويه بلس هاد الزاويه هاد، واضح؟ دونك هادي خدنا الفا وهادي بيتا، وخدينا دابا هادي هي واحد تيتا، الزاويه كامله اللي هي تيتا، دونك تيتا كتساوي الفا بلس بيتا، مفهوم؟ و الفا راه كتساوي بيتا، حيتاش هذا كيف ما كنشوفو هنا اي هنا موان اي، يعني كاين نفس لا ديستونس اونتخ بي اي سي، دونك اللاحق ديال دونك ديال هاد الزاوية هاديك، الزاوية الكبيرة كتساوي جوج من هاد الزاويات هادو، مفهوم؟ ما عليناش، نحاولو نكتبوها، دونك تخوازيام موان اش كيساوي؟ دونك شنو عندنا؟ عندنا اسي اسي ابي حسب علاقة شارل. كيفاش يمكن لي نكتبها؟ هي ا سي ا او، ياك؟ هاهي ا سي ا بي كتساوي ا سي ا او بلس ا او ا بي، مفهوم؟ هادي راه علاقة شارل، بلس ا او ا بي، مفهوم؟ علاقة شارل ا بي كتساوي ا سي زائد سي بي، مفهوم؟ ممكن نزيد واحد متجه هنا، كنزيدها واحد الضلع اللي زدتها هنا جديد باش نخلق واحد الزاوية جديدة، واضح؟ دونك ا سي ا بي دي انها كتساوي بي سور 4، مفهوم؟ كتساوي بي سور 4. ا سي ا او بلس ا او ا بي شنو كتساوي؟ دونك ا سي ا او كتساوي ا او ا بي، دونك كيف ما قلنا دوك الزاويات كيتساوي، يعني كتساوي جوج من ا او ا بي، ا سي ا او هاد الزاويات كيتساوي، يعني بغيت انا شنو بغيت؟ بغيت انا ا او ا بي، هادشي قال لي. دونك شنو كتساوي؟ دونك هادشي شنو ايكيفالون كو ا او ا بي توافق دي جوج على التحت، يعني بي سور 2 فوا 4 سي 8 بترديد 2 بي، ومنه توصلت داكشي اللي طلبوا مني، مفهوم الشباب؟ دونك ا او ا بي كتساوي بي سور 8 بترديد 2 بي، واضح الشباب؟ ما عليناش، دوزو السؤال اللي من بعد اللي هو اكتب العدد زد ا موان زد بي سور زد ا على الشكل الجبري والمثلثي، ماشي مشكل. دونك زد ا موان زد بي سور زد ا، كيف ما هادي يمكن نكتبوها على شكل زد ا موان زد بي سيغ زد ا موان زد او، حيتاش او كيساوي زيرو، ياك؟ دونك الا درنا لارغيمون، لارغيمون ديال اش؟ ديال زد ا موان زد بي سيغ زد ا هو نفسه لارغيمون ديال هذا، ولارغيمون ديال هذه هي الزاوية، دونك هاد الزاوية اللي كتخلق ما بين ا بي و ا او، اللي هي او ا، ما عليناش، يمكن نكتب دابا هادي على شكل زد بي موان زد ا سيغ زد او موان زد ا، واضح؟ باش يكون عندي نفس لاكس، نفس لوريجين، يعني ديك النقطة الصامدة ملي كتبدا من هاد الزاوية، دونك هادي يمكن نكتبها على شكل لارغيمون ديال هادي، مفهوم؟ اللي كتساوي دونك ا او ا بي، واضح؟ دونك هادي اللي كنديروها الفوق هي الزاوية، لاش كتمشي الزاوية بحال دابا هادي هي الزاوية، دونك او هادي هي بون ا او بي، مفهوم؟ دونك لارغيمون ديال هاد الزاوية هادي اللي هو زد او او المتجه لاش كتوصل الزاوية اللي هي زد بي موان زد ا، ها هي سيغ زد او موان زد ا، اللي هي هادي، مفهوم؟ اللي بنكتبها على شكل اونجل بحال هكا اللي هي ا او ا بي، مفهوم؟ على هاد الشكل. دونك ما عليناش، حنا بغينا سيدي بغينا كتابة هاد العدد هذا على الشكل الجبري، ماشي مشكل. دابا هادي خديت انا غير باش غادي نحتاجوها من بعد، ما عليناش. دونك الشكل الجبري مش نعوض كل حاجة، نعوضها بوحدها، دونك عندي زد ا موان زد بي على زد ا اش كتساوي؟ دونك زد ا شناهو؟ اللي هو موان غاسين دو دو،
ZA اللي هو موان غاسين دو دو موان زد بي اللي هو ان بلوس اي مع الموان غيتولي موان اي فهم نعمل بلو موان نعمل بلو موان فهاد عجب كامل عطينا اللي هي غاسين دو دو بلوس ان بلوس اي سور غاسين دو دو مفهوم دونك نحيد هادو غاسين من المقام الى حيدتو من المقام غنضرب في الراسين ونقسم على الراسين غتولي غاسين دو دو سور دو فوا racine de 2 plus 1 plus racine de 2 sur 2 i. Donc, quoi, minou, adawa, chèkl, l'jibri. M'kine, n'zid n'simplifie, mèche, mouchkin, n'zid n'simplifie. Donc, m'drab fadi adia, d'atina ilia. 2 sur 2, c'est 1, plus racine de 2 sur 2. Plus racine de 2 sur 2 i. Enfin, donc, adawa, chèkl, l'jibri, d'yela, d'ak, ZA moins ZB sur ZA. Voilà. دونك هذا هو الشكل الجبري الشكل المثلثي باش نكتب هذا على الشكل المثلثي غادي نديرو نجمعه ما عليناش الشكل المثلثي هو نكتبو على شكل زد كتساوي زد عامل لي كوسينيس تيتا بلس اي سينيس تيتا مفهوم هاد تيتا باش نلقاها انطلاقة من هادي غادي نديرو نجمعه حيتاش اصلا الموديل دو هذا شنو هو اللي هي هادي او كاري بلس هادي او كاري باش نلقاها غادي نكون مديرونجي ما عليناش دونك رجعوا لهاد لا كونديسيون اللي قلنا في الاول ان زد ا موان زد بي سور زد ا كيساوي هو زد بي موان زد ا سور زد او موان زد ا مفهوم يعني نفس الزاويه اللي هنا هي ا او ا بي فوالا ما عليناش نحطوها بشويه علينا دونك الشكل المثلثي يعني نحول هاد نترانسفورمي هاد لا فورم هادي سو هاد لا فورم يعني شنو نحسب الموديل دونك نمشي نحسب الموديل ديال هادي شنو هو الموديل ديال 1 بلس غاسين دو 2 سور 2 بلس غاسين دو 2 سور 2 اي الموديل ديالها هو لو غاسين كاري ديال ا او كاري بلس بي او كاري اللي هي 1 بلس غاسين دو 2 سور 2 او كاري بلس غاسين دو 2 سور 2 او كاري اش غتساوي اللي هي 1 او كاري بلس غاسين دو 2 او كاري سي 2 سور 2 au carré c'est 4, yani 2 sur 4 c'est 1 demi. Plus 2 fois 1 fois racine de 2 sur 2. 2 racine de 2 sur 2, racine de 2. Voilà. Plus, هذه au carré les a جوج على 4, les a 1 demi. Voilà. Li كتساوي racine carré, ديالاش 1 demi plus 1 demi c'est 1, plus 1 c'est 2. Donc 2 plus racine de 2. ومن هو هذا هو المودول. 1 plus racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 i. نكتبها على الشكل المثلث يعني كنعمل بهذا الموديول اللي هو 2 plus racine de 2 فين كنعمل به كنعمل به في هذه لا فورم هذه نفسها يعني كيولي هي لا بارتي ريال plus 1 plus 2 racine de 2 sur 2 sur racine de 2 plus racine de 2 plus racine de 2 sur 2 sur racine de 2 plus racine de 2 i. Voilà. Donc, اصلا الشباب ملي غادي نلقاو واحد لا فورم هنا كما علاش حنا اصلا سبقنا هذه القضيه ديال الزاويه حيت الزاويه ا او ا بي كتساوي بي سور 8 فهم دونك ملي غادي نلقاو واحد لا فورم هنا راه اصلا راه الكوسينوس ديالها والسينوس ديالها راه هو بي سور 8 فهم يعني كوسينس ديال بي سور 8 كيساوي هاد لا فورم وسينس ديال بي سور 8 كيساوي هاد لا فورم هادي مفهوم ما عليناش دونك حنا غنحاول نسامبليفيو هاد العجب هذا باش نلقاوها تكون واضحه لينا مزيان دونك حنا غاديين باش نلقاو كيفاش كتكتب ليا الكوسينس ديال بي سور 8 والسينس ديال بي سور 8 حيتاش اصلا في السؤال هاي قال لك حدد القيمه المضبوطه ثم استنتج القيمه المضبوطه لكل من كوسينس ديال بي سور 8 وسينس ديال بي سور 8 مفهوم دونك هذا هو الهدف اصلا ما عليناش نسامبليفي واحد عجب دونك كتكون هي 2 نزل دو لتحت ديريكتومون هي 2 غاسين دو 2 بلس غاسين دو 2 فوالا دونك الفوق كتكون عندي هي 2 بلس غاسين دو 2 واضح بلس غاسين دو 2 سور 2 راسين ديال جوج بلس غاسين دو 2 فوا اي واضح ما عليناش ما فهمتيش حبس الفيديو وحاول تكونسونطرا بشويه عليك ماشي مشكل دونك
هذا كيبقى غير فاكتور على برا. باش نحيد هاد الكسر من المقام، كنضرب في الكسر الفوق والتحت في نفس هذه اللي كاين لداخل، مفهوم؟ نفس هاد الكسرة، نفس هاد الجذر هذا. دونك كتولي هي 2 بلس راسين دو 2 فوا لو راسين دو 2 بلس راسين دو 2، واضح؟ لو تو سيغ دو. ملي كنضرب في لو راسين الفوق كنضرب فيه لتحت، ومني غيتلقى ليا الراسين مع الراسين غتولي او كاري، دونك غتحيد ليا هاد الراسين، يعني غيولي دو فاكتور 2 بلس 2 راسين دو 2، مفهوم؟ دونك بلس نحيد بنفس الطريقة اللي هي غتولي راسين دو 2 فاكتور، أو ديريكتومون راسين دو 2 بلس راسين دو 2، لو تو سيغ 2. مي غادي ندير أنضرب في راسين ديال 2 بلس راسين دو 2 غتمشي لي أو كاري، غتحيد لو راسين ديريكتومون اللي هي 2 بلس راسين دو 2 فوا إي، واضح؟ اللي غتساوي 2 بلس جذر مربع 2 عامل. دونك هذه كتعاود ليا لتحت لفوق، غنختزل بها اللي غتساوي ديريكتومون اللي هي راسين ديال 2 بلس راسين دو 2 لو تو سيغ 2 بلس الفوق. شنو غادي يكون عندي؟ ما عليناش، اللي هي راسين دو 2 سيغ 2 فوا لو راسين ديال 2، ما عليناش، غنحاول نحيدو هاد لو راسين كاري من المقام. باش نحيدو نضرب في المرافق، باش ما ننساو هاد المسألة، يعني لو راسين دو 2 سيغ نضرب في المرافق، يعني غنضرب في الفوق تا هو، يعني ب 2 موا راسين دو 2، والتحت غيكون عندي هادي او كاري موا هادي او كاري اللي هي 2 او كاري سي 4، 4 موا 2 سي 2، مفهوم؟ معنيناش، اللي غادي تساوي 4 دو سامبليفيكاسيون دو موا راسين دو 2، يعني ما بقاش ما يتسامبليفي هنا، يعني ماشي مشكل. وكومينو هي 2 بلس راسين دو 2 فاكتور راسين ديال 2 بلس راسين دو 2 سيغ 2 بلس راسين دو 2 سيغ 4 فوا 2 موان راسين دو 2 فوا راسين ديال جوج بلس راسين دو 2 لو تو فوا اي، مفهوم؟ دونك هذا هو الشكل المثلثي هذا هو الشكل المثلثي لاش لهذيك زد ا موان زد بي، يعني هاد زد ا موان زد بي سيغ زد ا، مفهوم؟ لي زد ا موان زد بي سيغ زد ا، واضحة الشباب؟ دونك امينو كما قلنا بان الشكل المثلثي كنحسبوه بلا غيمون، دونك هادي كيساوي الكوسينيس ديال واحد تيتا بلوس هذا سينيس ديال واحد تيتا فوا اي، مفهوم؟ فوا الموديول ديال هذاك الزد، واضح؟ اسمحوا لي، ماشي موديول، ماشي لوغاسين، موديول. دونك هذا هو الزد، مفهوم؟ الزد شنا هو؟ اللي هو هاد العدد هذا زد ا موان زد بي سيغ زد ا، كيساوي موديول ديال زد اللي هو غاسين ديال جوج بلوس غاسين دو دو، الكوس عامل لي كوسينيس تيتا اللي هو هذا بلوس اي سينيس دو تيتا. او تيتا عندنا حنا لقيناها من قبل، او المهم درناها جانبا، اننا كتبناها انا كتساوي هي بي سيغ 8، واضح؟ دونك كيف ما راه، علاش انا سبقتها اصلا في الديبار باش نحاولوا نستعملوها دابا. دونك ديريكتومون الكوسينيس دابا هذا هي الكوسينيس ديال بي سيغ 8، دونك ما عليناش، 1 بلس راسين دو 2 سيغ 2 بلس راسين دو 2 سيغ 2 اي، هادي شنو هي؟ هي اللي مشينا قلبنا عليها، اللي هي هادي، ياك؟ هادي اللي مشينا ترانسفورميناها لهاد الشكل هذا اللي هي زد ا موان زد بي سيغ زد ا. اش كتساوي؟ كتساوي هي لو راسين موديول اللي هو 2 بلس راسين دو 2 فاكتور الكوسينوس ديال بي سيغ 8، واضح؟ بلس اي سينيس ديال بي سيغ 8، مفهوم؟ ومنه فإن الكوسينيس ديال بي سيغ 8 اش كيساوي؟ كيساوي هاد لا فورم هادي، و السينيس ديال بي سي 8 كيساوي كاملة هاد لا فورم هادي، فهم؟ دونك ومنه سينيس، دونك سينيس ديال بي سي 8 اش كيساوي هاد لا فورم هادي كاملة، ياك؟ هي غاسين دو 2 سيغ 4 فوا 2 موان غاسين دو 2 فوا لو غاسين ديال 2 بلس غاسين ديال 2، واضح؟
و كوسينيس ديال بي سور 8 كيساوي هذا فورم هذه، واضح هي كتساوي غاسين ديال 2 بلس غاسين ديال 2 سور 2، واضح الشباب. دونك وصلنا للنهاية ديال الفيديو، نتمنى ان تعجب يكون واضح شويه، راه فيه شويه ديرونجمون. المهم ما عيناش دابا شي غير باش تمرنوا وتعرفوا كيفاش تستعملوا الاسئله وتستعملوا حيتاش التمرين ديما كيكون مركب، يعني ضروري خصك تستعمل الاسئله السابقه وتعرف فين غادي. المهم باش ما تبلوكاش في ليكزيرسيس، هادشي اللي كاين الشباب. المهم وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى ان هادشي يكون واضح. اي حاجه ما واضحاش يمكن لكم تخليوها في التعليق، وهذا الشيء اللي كاين الشباب، وخليت لكم الراحة والسلام عليكم.